على الكرة اليونانية. هيكون معانا واحد من نجوم أو من كبار نجوم الحقيقة الكرة اليونانية، ترايانوس ديلاس، وهو طبعا نجم منتخب اليونان الذهبي اللي حقق بطولة اليورو في 2004، وكان لاعب سابق طبعا في آيك أثينا، وكان لاعب سابق في روما الإيطالي، وتولى كمان تدريب آيك في فترة من الفترات. بداية بشكرك على وجودك معانا، وأهلا بيك على شاشة النادي الأهلي، برحب بيك في السادسة. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، على كل جماهير النادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي. فريق كبير وشاهدته من على قرب منذ اعوام عديده، ونعلم ان النادي الاهلي هو افضل فريق في افريقيا وفي الوطن العربي، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي في البطوله القادمه في الامارات كاس العالم. تسمح لي اخد رايك، رغم ان البطوله بعيده تماما عن الكره اليونانيه، لكن يعني في تعارض الحقيقه ما بين اقامه بطوله امم افريقيا اللي هتتلعب في شهر يناير وتستمر حتى 6 فبراير، وبين المواعيد اللي اقرها الاتحاد الدولي لاقامه بطوله كاس العالم للانديه، وفي الحالتين المواعيد دول بيقع ضرر عنيف جدا على مصر، سواء كمنتخب بيشارك في امم افريقيا وبيعتمد في قوامه الاساسي على لاعبي الاهلي، او للنادي الاهلي بطل قاره افريقيا المفترض انه يشارك في كاس العالم. من وجهه نظرك ازاي بتشوف موقف زي ده، وايه ممكن يكون تفسيرك او تبريرك ليه؟ طبعا انا لا استطيع ان اتدخل في اشياء مثل هذه، لان الامور في الاتحاد الدولي تسير بطريقة غريبة وتسير بطريقة المجاملات دائما. تعلم الاتحاد الدولي في زيورخ ولديهم خصائص ولديهم أشياء خاصة بهم، ممنوع علينا التحدث إلى وسائل الإعلام في هذه الأشياء، هم يدورون الأمور. أنا معك أن الكرة الأفريقية تعاني دائما أمام الدول الأوروبية وأمام البطولات الأوروبية، لأن من المستحيل، لأن بطولة كأس العالم للأندية هي بطولة خاصة جدا لجميع الأندية التي تأهلت لها، لكن للأسف إقامة البطولة الأفريقية وكأس الأمم الأفريقية ستعاني مصر منها، خاصة النادي الأهلي الذي ينتظره بطولة هامة في الإمارات، لكن يجب أن يتم تقدير الجميع بما فيهم محمد صلاح. وكرة القدم للأسف هي رياضة تتم فيها المجاملات، وقد شاهدنا المجاملات أول أمس. طيب بمناسبة المجاملات، مش عارف هل بتعتبر أن فوز ميسي بجائزة البالون دور هو كمان نوع من أنواع المجاملة، وهل بترى أنه يستحقها، ولا في اسم تاني من وجهة نظرك كان الأفضل وكان الأقدر بالجائزة؟ مستر ديلاس، صوت واضح؟ طيب بمناسبة المجاملات اللي كنت بتكلم عليها، هل بتشوف ان فوز او تحقيق ميسي للقب السابع في تاريخه بتتويجه بالبالون دور هو نوع من انواع المجاملة، ولا بالفعل ميسي كان يستحقها؟ لان قد ذكرته هو ايضا مجاملة لميسي، لان ميسي لم يكن يستحق البالون دور هذا العام، وقد كان هناك العديد من الاسماء التي قد تستحق اكثر من ميسي هذه الجائزة. هذا ليس تقليل من شأن ليو ميسي، ولكن كان هناك بعض اللاعبين الذين قاموا بعمل موسم أروع من ميسي، إذا ما كنا نتحدث أن البالون دور كل عام. لكن ميسي الآن يلعب في باريس، فريق ضعيف بعض الشيء، ليس كبرشلونة، لكن نريد أن نرى ماذا سيصنع ميسي مع باريس. طيب بما أنك كنت واحد من نجوم منتخب اليونان اللي حقق لقب اليورو، خليني أسألك عن الكرة اليونانية، وليه شهدت تراجع مش بس على مستوى المنتخب، حتى على مستوى الأندية اليونانية ومشاركتها في البطولات الأوروبية في السنوات الأخيرة؟ اليونانية تعاني من بعض المشاكل.
من بعد عام 2004 الكرة اليونانية تعاني معاناة شديدة والدوري اليوناني يعاني. حتى في بطولات أوروبا كنا نتأهل كثيرا، أيك أسينا، باناثينايكوس، أولمبياكوس، لكن للأسف الكرة اليونانية تراجعت بسبب الوضع الاقتصادي التي تعاني منه اليونان. والاتحاد اليوناني أهمل كرة القدم وأهمل رياضة كرة القدم. للأسف ليس فقط المنتخب اليوناني بل الأندية اليونانية بدأت تعاني، وقد ظهر ذلك في بطولات أوروبا. وأنا معك، هذا شيء ليس جيد لنا كيونانيون وكلاعبي يونان، لأن من بعد 2004 انطفأت الكرة اليونانية، ولكن ما زلنا نتحدث مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم. منذ أيام قد اجتمعنا وسيحدث جديد الأيام القادمة. كنت واحد من نجوم الدوري الإيطالي ولعبت الإي إس روما. خليني أسألك برضو عن رأيك في نسخة الكالتشو السنة دي، وشايف مين النادي الأقرب لتحقيق اللقب؟ روما هي، دعنا أقول أن روما فريق غريب بعد الشيء، لديها العديد والعديد من العشاق في جميع دول العالم، وخاصة في روما هم أكثر أيضا من لاتسيو، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ولديهم جماهير خاصة بهم، والأجواء في روما أجواء مختلفة. لعبت أمامهم ولعبت في الأولمبيكو. أتمنى أن يقوم مورينيو بعمل موسم جيد مع روما وأن يفوز ببعض الأشياء مع روما، لأن جماهير روما بالرغم من قلة بطولات هذا النادي لكنه متعطش إلى البطولات الغائبة على النادي منذ 2007 منذ آخر سوبر مع لوتشانو سباليتي. أنا أعتقد أن روما مع مورينيو ستتطور في النصف الثاني من البطولة الإيطالية، لأن مورينيو بدأ يأخذ على الأجواء في روما وليست إيطاليا، لأن مورينيو كان يدرب في الإنتر. روما فريق كبير، لكن الفريق الكبير يجب أن يفوز ويجب أن يقدم الهدايا لجماهيره. الهدايا تعنى البطولات، وهذا الشيء قد يستصعب على الفريق في هذه الايام. من وجهه نظرك الانديه او يعني طبعا هي المنافسه قويه جدا لغايه اللحظه، وفي زي لعبه كراسي متحركه. في الوقت اللي احنا بنكلمك فيه نابولي في الصداره طبعا مقدم موسم رائع مع سباليتي، الميلان في وصافه الترتيب، الانتر يحاول الحفاظ على لقبه بعيد الى حد ما. مين من وجهه نظر ترانوس ديلاس الاقرب لتحقيق لقب الدوري الايطالي؟ وهل بتشوف واحدة من الفرق الإيطالية قادرة كمان تنافس على مستوى الشامبيونز ليج ولا لا؟ مبكر جدا التحدث عن بطل الدوري الإيطالي، لكن أنا معك وأوافقك الرأي بأن نابولي أفضل فريق في الدوري الإيطالي ويقدم كرة رائعة جدا مع لوشانو سباليتي. كرة قدم قد تعيد إلى الأذهان أيام دييغو أرماندو مارادونا. إذا ما استمر نابولي بهذا المنوال سيفوز نابولي بدوري الإيطالي وسكوديتو، وقد يكون حلم وتحقق منذ أيام مارادونا. أنا وافقك، نابولي الأفضل. الإنتر معه مدرب جيد يدعى سيموني إنزاغي وفريق متكامل باستثناء حكيمي ولوكاكو الذي ذهب إلى باريس سان جيرمان. أما بالنسبة للميلان مع ستيفانو بيولي غريب بعد الشيء بعد الفوز في المتروبوليتان أمام أتلتيكو مدريد، خسارة أمام ساسولو كانت خسارة صعبة وصادمة بعد تجديد عقد ستيفانو بيولي، لكن من المبكر الحديث عن بطل الدوري الإيطالي. طيب خليني أسألك شوية عن الكرة المصرية، ويمكن احنا كلينا بعض التجارب او بعض الانديه المصريه يعني كانت ليها بعض التجارب مع بعض المديرين الفنيين اليونانيين. خليني اسالك بدايه، ايه هي معلوماتك وانطباعاتك عن الكره المصريه وعن اللاعبين المصريين؟ بالنسبه للدوري المصري كنت محظوظ وكانت لدي فرصه عظيمه الى القدوم الى مصر. 20 عاما مضت لعبنا امام الاهلي في استاد القاهره، اي نعم خسرنا امام الاهلي، كانت جماهير كثيره جدا في استاد القاهره عندما كنا ابطال ايطاليا 2001 2002 مع فابيو كابيلو. الاهلي كان فرقه رائعه دائما، كان هناك العديد من الجماهير التي ملأت جنبات استاد القاهرة. انطباعي عن الكرة المصرية كرة قوية جدا، لأن الأهلي كان قوي، نحن كنا
كنا ابطال ايطاليا، جينا الى مصر من اجل تقديم مباراه رائعه ومباراه وديه، لكن تفاجانا ان الاهلي يلعب المباراه الوديه وكانها نهائي بطوله اوروبا. كان معنا باتيستوتا وكان معنا فرانشيسكو توتي ومونتيلا وكنا مع فابيو كابيلو، والاهلي فاز ايضا امام روما في الامارات في وديه الامارات. لكن انا اقول لك ان الاهلي فريق جيد في الكره المصريه بجانب بعض الفرق الاخرى. تحدثت ايضا مع مدرب منتخب مصر ماركو تارديلا الذي كان يدرب في مصر، وانا متشوق للعوده الى مصر، واذا ما جاءت وسنحت لي الفرصه للتدريب في مصر ساتي، كيف لا. الكره المصريه تطورت وتطورت اكثر من مره، ولدي العديد من اللاعبين الان المحترفون في البطولات الاوروبيه، وكما قلت من قبل كرة القدم المصرية كرة خاصة. أتمنى عودة الجماهير في المدرجات في الدوري المصري، لأن هذا ما ينقص، لأني أتابع الدوري المصري الأيام الماضية، وأتمنى أن يذهب العديد من اللاعبين المصريين للاحتراف في أوروبا. ثق تماما مستر ديلاس أن الأهلي المصري على أرضه بين جماهيره هيكون أقوى من أي فريق في العالم، كان ريال مدريد كان روما او كان غيرهم. خليني اسالك سؤال اخير وسريعا جدا، هل تلقيت او حصل معك تواصل او مفاوضات من اي نوع لتولي مسؤوليه تدريب انديه مصريه؟ نعم، منذ عامين جئت الى القاهره مع رئيس نادي، لا استطيع ان اقول رئيس النادي، ولكن هو نادي يلعب في الدوري المصري، وتحدثنا عن كل شيء وكانت الامور قد انتهت. لكن فلسفه الرئيس النادي كانت صعبه جدا ولا تتماشى مع تريانوس ديلاس، ولهذا رفضت العرض. كل التوفيق ليك، بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وحظ اوفر للمنتخب اليوناني اللي فقد فرصته في التاهل لكاس العالم اللي جاي. بشكرك طبعا تريانوس ديلاس نجم منتخب اليونان واس روما الايطالي كان معانا، شكرا لكم. طيب ناخذ حضراتكم